بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله ذي الفضل والإحسان، ما زال يوالي علينا مواسم الخير كل أوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه حيث أحل عليكم شهر رمضان، الشهر العظيم الذي نوه الله بشأنه في محكم كتابه، حيث قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عباد الله، إن هذا الشهر شهر عظيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لأصحابه فضائله قبل أن يدخل لينشط هممهم ويوقظ عزائمهم للاهتمام به والحفاوة به بالأعمال الصالحة واغتنام أوقاته قبل فواتها. فالله سبحانه وتعالى خص هذا الشهر بفضائل عظيمة ومزايا كريمة لا توجد في غيره من الشهور. أعظمها أن الله سبحانه وتعالى خصه بإنزال القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذه ميزة عظيمة، وهي ابتداء نزول القرآن في هذا الشهر المبارك. هذا القرآن الذي جعله الله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وبداية نزوله في هذا الشهر مما يدل على فضل هذا الشهر العظيم وخاصية القرآن به. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوة القرآن في شهر رمضان، ويتفرع لذلك من أعماله ويقبل على تلاوة القرآن وعبادة ربه في هذا الشهر. وكان جبريل عليه السلام ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة من شهر رمضان يدارسه القرآن، وكان السلف الصالح يقبلون على تلاوة القرآن في شهر رمضان ويتركون دروس العلم وحلق الذكر ويتفرعون لتلاوة القرآن، لأن الله خص هذا الشهر بإنزاله فيه. فتلاوة القرآن في هذا الشهر لها مزية عظيمة على تلاوة القرآن في غيره، وإن كانت تلاوة القرآن مطلوبة كل زمان، ولكن في هذا الشهر خاصة تتضاعف الهمم لتلاوة القرآن فيه. ومن مزايا هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى فرض صيامه على هذه الأمة، وجعل صيامه ركناً من أركان الإسلام. قال تعالى: من شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام،
من استطاع إليه سبيلا فجعل صيام رمضان ركنا من أركان الإسلام. فمن جحد وجوب الصيام من جحد وجوب صيام رمضان فإنه كافر بالله عز وجل، مرتد عن دين الإسلام. ومن أقر بوجوبه ولكنه ترك الصيام تكاسلا فإنه يجبر على الصيام ويعزر بما يراه ولي أمر المسلمين رادعا له ولأمثاله عن انتهاك حرمة هذا الشهر العظيم. ومن مزايا هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى شرع قيامه، أن الله شرع لنا قيامه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث أن الله فرض صيامه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، وذلك بصلاة التراويح وما تيسر معها من التهجد في آخر الليل. ولكن صلاة التراويح سنة مؤكدة خاصة برمضان، أما قيام آخر الليل فإنه مشروع في كل وقت، وأما صلاة التراويح فإنها خاصة في رمضان تقام جماعة في المسجد. فقد قام صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي من رمضان ثم تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم، وبقي المسلمون يصلونها لكنهم كانوا يصلونها متفرقين. فلما كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد، رأى أن يجمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، فكانوا يصلونها خلف أبي بن كعب رضي الله عنه، وكان يصلي بهم 23 ركعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحضر من المهاجرين والأنصار. فكانت سنة التراويح سنة مؤكدة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فصلاة التراويح سنة مؤكدة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وبعمل المسلمين المستمر، فلا ينبغي التهاون بها أو التكاسل عنها. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهي سنة مؤكدة لا ينبغي لمسلم أن يفرط فيها، بل يحضرها مع جماعة المسلمين في المسجد، وإن صلاها في بيته فلا بأس، ولكن تفوته فضيلة الجماعة وفضيلة إقامة هذه الشعيرة في بيوت الله عز وجل. لكن على كل حال لا ينبغي تركها والتهاون بشأنها. فإن بعض الناس قد يقول: ما دامت أنها ليست واجبة فلا علي أن أتركها. نقول له: نعم،
لا عليك أن تتركها، ليس عليك إثم في تركها، ولكن يفوتك أجر عظيم في فعلها. أنت بحاجة إليه، أنت فقير إليه، وهي فرصة سانحة، فلا تضيعها بالكسل والغفلة. ومن فضائل هذا الشهر أن الله خصه بليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر التي قال الله فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمراً من عندنا، إنا كنا مرسلين. فهي ليلة عظيمة تعادل ألف شهر في العمل الصالح، وألف الشهر عن 83 سنة وزيادة أشهر، يستغلها المسلم كلها في عبادة الله من أولها إلى آخرها. ليلة القدر تعادل ذلك كله لمن وفقه الله سبحانه. ومن قام هذه الليلة إيماناً واحتساباً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، ويحصل على عمل ألف شهر زيادة ومضاعفة من الله سبحانه وتعالى. هذا فضل عظيم لا يفرط فيه إلا محروم. ولكن هذه الليلة أخفاها الله في شهر رمضان، فلم يبين في أي ليلة من لياليه، من أجل أن يجتهد المسلم في كل ليالي رمضان ليحصل على أجر قيام رمضان وقيام ليلة القدر. فمن قام جميع ليالي رمضان فإنه قد قام ليلة القدر، فكان عنده عملان جليلان: قيام رمضان وقيام ليلة القدر. وهذا فضل عظيم. أما من اقتصر على بعض الليالي وترك البعض الآخر فلا يضمن له أنه أدرك ليلة القدر، فقد تكون ليلة القدر في الأيام التي تركها. وهذه هي الحكمة الإلهية في إخفاء هذه الليلة في هذا الشهر، حتى يجتهد المسلم في كل الشهر لينال ثواب ليلة القدر وثواب الشهر كاملاً. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن فضائل هذا الشهر أنه تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وذلك من أجل أن يجتهد المسلم في العمل للجنة، فالعمل ميسر له والجنة مفتوحة له، يدعى إليها كل ليلة بالعمل الصالح. كل ليلة ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. وذلك في كل ليلة، فتفتح أبواب الجنة ويسر العمل لها ويسهل العمل لها، لأن فتح أبواب الجنة يستدعي منا أن نرغب فيها وأن نغتنمها وأن نكثر من الأعمال التي تسبب لنا دخولها. وتغلق أبواب النار
وذلك بأجل أن المسلم يبتعد عن المعاصي التي هي سبب لدخول النار. وسر هذا الحديث ظاهر في أن المسلمين يكثرون من الأعمال الصالحة في شهر رمضان، لأنها مفتحة لهم أبواب الجنة يتسابقون إليها، ومغلقة عنهم أبواب النار. تقل المعاصي في رمضان من المسلمين لأن أبواب النار مغلقة عنهم، فلذلك تقل معاصيهم في شهر رمضان وينفرون من المعاصي لأن النار مغلقة عنهم، وهذا بفضل الله سبحانه ورحمته بعباده. ومن فضائل هذا الشهر أنه تغل فيه الشياطين، بمعنى أنها تربط أيديهم إلى أعناقهم فلا يستطيعون أن يتسلطوا على المسلمين. كانوا قبل رمضان كانوا يوسوسون، وكانوا يعوقون عن الطاعات ويأمرون بالمنكرات، فعمل الشياطين هو الدعوة إلى النار والدعوة إلى المعاصي والتثبيط عن الطاعات والتزهيد في الطاعات. هذا عمل الشيطان مع بني آدم، يدعوهم إلى النار. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، لكن في رمضان ولله الحمد والمنة تغل الشياطين فلا تقدر على ما كانت تقدر عليه قبل رمضان من إغواء بني آدم. وغل الشياطين إنما يكون عن أهل الإيمان الراغبين في طاعة الله، فإن الله يحبس عنهم عدوهم الذي كان يؤذيهم ويثبطهم عن الطاعة قبل رمضان، يكف الله شره عنهم ويمنعه منهم ليتمكنوا من طاعة الله عز وجل. أما أهل النفاق وأهل الكفر فإن الشياطين لا تزال معهم في رمضان وفي غيره، إنما تغل الشياطين عن أهل الإيمان وأهل الطاعات وأهل المسابقة إلى الخيرات، فإن الله جل وعلا يمنع عدوهم من أن يوسوس لهم وأن يثبطهم وأن يخذلهم عن الطاعات. وهذا فضل من الله. إذا أسر عدوك وتمكنت من الفرار وتمكنت من فعل الخير وتمكنت من فكاك نفسك من النار ومن الشيطان، فأي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ ولكن لا يتنبه لهذا إلا أهل الإيمان. أما أهل النفاق فإنهم مع الشيطان في رمضان وفي غيره، نسأل الله العافية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واستغلوا هذه الفرصة العظيمة وهذا الشهر المبارك، ولا تكسلوا عن الأعمال الصالحة والمحافظة على طاعة الله عز وجل.
فإن بعض الناس نراهم في أول الشهر ينشطون ويملؤون المساجد لصلاة الجماعة ولتلاوة القرآن والجلوس في المساجد، نراهم يملؤون المساجد، وهذا شيء يسر، وهذا دليل على أن الشيطان قد غل عنهم. الشيطان الذي كان يعترض طريقهم إلى المسجد ويخذلهم عنه قد غل والحمد لله، فصاروا طليقين من أسره، يذهبون إلى المساجد ويجلسون فيها ويتلون كتاب الله عز وجل ويشاركون المسلمين في صلاة التراويح، فنفرح بذلك، ولكن سرعان ما نرى تناقصهم وتخلفهم وفراغ المساجد منهم. لا ندري لأي سبب، هل هم ماتوا؟ هل هم سافروا؟ أم أنهم جلسوا في بيوتهم وبقوا في أعمالهم الدنيوية وغفلوا عن ذكر الله عز وجل؟ هذه خسارة عظيمة. شهر رمضان أيها المسلمون شهر الصبر، لا بد من الصبر على الطاعة من أول الشهر إلى آخره، الصبر على الجلوس في المساجد، الصبر على تلاوة القرآن، الصبر على الأعمال الصالحة، لا بد من الصبر. ولهذا يسمى شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، فالذي ليس عنده صبر هذا يتخلف من أول الشهر، يأتي يوماً أو يومين أو أياماً ثم لا يصبر، يتخلف ويفرغ مكانه في المسجد، وهذه خسارة عظيمة. اتقوا الله عباد الله، ولا تكسلوا عن طاعة الله عز وجل ولا تملوا، فقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تملوا، فعليكم بالصبر والمداومة ومواصلة العمل في شهر رمضان وفي غير رمضان، ولكن في شهر رمضان لما فيه من الخير العظيم، وإلا مطلوب من المسلم أن يستمر في العمل الصالح في كل حياته. قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فليس لعمل المسلم غاية دون الموت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالمسلم إذا بدأ بالخير لا يمل ويتركه، بل يواصل ويستكمل الخير، ولا سيما في هذا الشهر المبارك العظيم. فأنت مثلا لو شرعت في إقامة مشروع دنيوي، لو شرعت في إقامته وأحضرت له المواد والمتطلبات، ثم إنك تكاسلت وتركته، فإنك لا تنتفع به ولا يتم لك مشروع. فكذلك مشروع الآخرة، مشروع العمل الصالح، مشروع شهر رمضان الذي هو سوق من أسواق الجنة، يتسابق فيه المتسابقون ويتنافس فيه المتنافسون. كان السلف الصالح لا يحزنهم شيء إلا إذا رأوا غيرهم سبقهم إلى الخير، فكان ذلك يحزنهم حزنا شديدا إذا رأوا غيرهم سبقهم إلى الخير، أحزنهم ذلك. أما إذا سبقهم إلى أمور الدنيا فهذا شيء لا يهمهم. فعلينا عباد الله، علينا عباد الله أن نغتنم هذا الشهر في حياتنا. ربما لا يعود على كثير منا مرة أخرى، فلنغتنمه
قبل فواته وقبل أن تنقطع حياتنا وتكون خالية من الأعمال الصالحة ومن فضائل شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل في هذا الشهر وفي غيره. ثم اعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مستقراً وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم، ولا تسلط عليهم من لا يخافك ولا يرحمهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واربد كيده في نحره، واكفنا شره، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم أسقي بلادك وعبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تصنعون. فاذكروا الله يذكركم. إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. محرومون في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عما قريب سيهل شهر رمضان المبارك بخيراته وفضائله على الأمة الإسلامية. هذا الشهر الذي جعله الله مباركاً، أنزل فيه القرآن، وجعل فيه ليلة القدر، وفرض صيامه على المسلمين، وشرع قيامه للمسلمين، فنهاره صيام
وليله قيام، وما بين ذلك ذكر لله عز وجل، تقرب إليه بأنواع الطاعات، وكل أوقاته كلها مباركة، كلها خير، وكلها غنيمة للمسلم. فالواجب على المسلم أن يفرح بقدوم هذا الشهر، لأن فيه إنقاذه من المهالك، فإن هذا الشهر يحمل له خيرات كثيرة ومنجيات إذا هو عرف قدره واستفاد منه. فأما الغافل والجاهل بحق هذا الشهر فإنه لا يفرق بينه وبين غيره، بل ربما يعتبر شهر رمضان شهراً للكسل، شهراً للأكل والشرب، شهراً للنوم بالنهار سهر وسهر بالليل، فلا يستفيد منه، بل إنه يأثم، لأن السيئة فيه أشد من السيئة في غيره، تغلظ، كما أن الحسنة فيه تعظم، والحسنة فيه يعظم ثوابها عند الله أكثر من غيرها، كذلك السيئات فإن إثمها يغلظ، وذلك لشرف زمان هذا الشهر. فإنسان يمر عليه هذا الشهر ويخرج دون أن يستفيد، هذا في الحقيقة ليس بإنسان، هذا حيوان أو أقل من الحيوان. الحيوان لا يؤاخذ وهذا يؤاخذ، فالحقيقة أن هذا شهر عظيم ينبغي استقباله بالتوبة والاستعداد للأعمال الصالحة، وأن المسلم يفرح به فرحاً شديداً. قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا، المسلم يفرح بمواسم الخير، كما أن أصحاب التجارة وأصحاب الأموال يفرحون بمواسم البيع والشراء، وذلك عرض عاجل وقد يكون ضررا عليهم. صاحب الشهوات يفرح بشهواته وقد تكون ضررا عليه ومهلكة له، أما هذا الشهر فإن الفرح به فرح بفضل الله، فرح برحمة الله، ولا يفرح به إلا أهل الإيمان. أما أهل النفاق وضعاف الإيمان فإن هذا الشهر يكون ثقيلاً عليهم، لأنه يحبس حرياتهم وشهواتهم، ولا يتمكنون فيه مما كانوا يتمكنون في غيره، فهو يكون ثقيلاً عليهم. ولهذا يقول أحد الشعراء المجان، يقول: فليت الليل كان فيه شهرا ومر نهاره مر السحاب. هذا ماجن يريد أن يستعمل الليل في شهواته وغفلاته، وأما النهار فيريد أنه يمر مر السحاب، لأنه ليس فيه شهوات له، ليس فيه رغبة. هذا شعور هؤلاء المنافقين أو ضعاف الإيمان. أما مؤمن بالله يشعر بذنوبه ويخاف من سيئاته، إنه يفرح بهذا الشهر ليتوب إلى الله ويستغفره ويتزود من الطاعات، ويستغل هذا الشهر زيادة في عمره، فإن العمر قصير
والآخرة دار بقاء ودار أبد، وعمر الإنسان قليل، فإذا مر به هذا الشهر وفيه ليلة خير من ألف شهر استفاد منه واستفاد من هذه الليلة فهذا خير عظيم وإضافة إلى عمره القصير، يكون عمره طويلاً بالعمل الصالح. فمن رحمة الله بهذه الأمة أنه شرع لها هذا الشهر، لما كانت أعمارها قصيرة شرع لها هذا الشهر تمديداً في أعمارها وزيادة في أعمالها. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يبلغه الله هذا الشهر ويوفقه للعمل الصالح والاستفادة من هذا الشهر، وأن لا يجعلنا وإياكم من الغافلين الخاسرين. محرومون في رمضان. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: بعض الناس قد يصوم في رمضان ولكنه يشاهد التلفاز والدش وغيرها من آلات اللهو، فما حكم صوم هؤلاء؟ حكمه أنه ناقص، صوم ناقص، وقد يكون صوما لا أجر فيه، قد يصوم الإنسان يتعب وليس له أجر. قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. فهذا ليس له أجر، اللي يصوم ولا يكف بصره عن الحرام ولا سمعه عن الحرام ولا جوارحه عن الحرام ولا لسانه عن الحرام، هذه الأشياء تنقص صومه حتى ربما لا يبقى له أجر. محرومون في رمضان. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول فيه صاحبه: إذا صلى الإمام في العشر الأواخر 11 ركعة مع الوتر، هل هذا الفعل صحيح أم يوافق الجماعة في صلاتهم في التراويح وفي القيام الأخير؟ المسلم لا يحرم نفسه ويتأثر بأقوال هؤلاء الذين يشوشون على الناس، هؤلاء الذين ظهروا في هذا الوقت صفة التعالم والمعرفة وهم جهال، وصاروا يثبطون الناس عن الاجتهاد في العشر الأواخر ويقولون لهم: صلوا التراويح تكفي، أو صلوا آخر الليل ويكفي عن التراويح، لا تصلون بأول الليل وآخر الليل. هذا تثبيط وجهل والعياذ بالله، وحرمان للناس، تشكيك في هذه الفضائل العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر أحيا ليله، أحياه بماذا؟ بالقيل والقال، أو أحياه بالصلاة والتهجد، أحياه بالصلاة والتهجد. كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، لأنها آخر الشهر، ولأنها أرجى ما تكون ليلة القدر فيها. كان يعتكف العشر الأواخر، ويخص العشر الأواخر بعبادات لم يكن يفعلها من أول الشهر. فهؤلاء الذين يثبطون الناس العشر الأواخر يشككونهم، هؤلاء لا يعتبر قولهم ولا يلتفت إليهم. والواجب أن الإمام الذي يعمل هذا العمل، الواجب أنه يعزل ويبعد عن الإمامة، لأنه شوش على الناس وحرمهم من هذه الفضائل العظيمة، وتهجد في آخر الليل والصلاة التراويح في أول الليل، فيجب أنه يبعد عن الإمامة. وهو بكيفه، يصلي ببيته أو لا يصلي، أو إن شاء الله ما يصلي تراويح أو ولا يصلي التهجد، كيفه، يحرم نفسه. أما أنه يحرم الناس معه يشوش على الناس، هذا لا يجب. وبعضهم قد يكون يفعل هذا كسلاً، هو إمام مسجد ولا يريد أنه يتعب نفسه بتراويح وتهجد، ويلتمس لنفسه هذه الأعذار الباردة. فهذا في الحقيقة لا يصلح إمام للناس، إنما يصلح إماماً للناس من
يشجعهم على الخير، ومن ومن يحيي هذه الليالي أولها وآخرها بالصلاة والتهجد، هذا هو الإمام الناصح لنفسه والناصح للمسلمين. أما هذا الكسلان الذي يثبط الناس يشوش عليهم أو يدعي العلم وهو لا علم عنده، لو راجع السنة وشاف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا أدرك أنه مخطئ في هذا الكلام. محرومون في رمضان. في رمضان. في رمضان. سن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قال لي أحد طلاب العلم إن صيام يوم الخميس غير ثابت، فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ صيام يوم الاثنين ويوم الخميس ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو سنة يصوم من الأسبوع يومين، يوم الاثنين ويوم الخميس، وهذا ثابت ما فيه شك إن شاء الله. نعم. لكن ظهر الناس بس يريدون يخالفون الناس ويشككون الناس في أعمالهم الصالحة ويثبطون الناس عن الأعمال الصالحة وهم ما يعملون شيء. العجيب أنهم هم ما يعملون شيء، لكن لا رأوا واحد يعمل ويحرص على النوافل راحوا يشككونه، هذا ما ثبت، هذا ضعيف، كذا، بس يخبطون الناس عن العمل الصالح، وهذه علامة شر، ما هي علامة خير. محرومون في رمضان. في رمضان. في رمضان. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة عديدة رغبت من فضيلتكم أن تعطوهم فقه دعاء القنوت ولو بصورة عجلة. هذه المسألة كثر الكلام فيها وكتب فيها الصحف والجرائد والمجلات، تبينت واتضحت. أولا القنوت هذا سنة ما هو واجب عند من يقول به، من يقول به في النوازل فإنه سنة وليس بواجب. ثانيا ليس الأمر فوضى، وكل من أراد أنه يقنت لا بد من مراجعة أهل العلم اللي يقدرون النوازل اللي تستحق القنوت واللي ما تستحق. العلماء هم اللي يقدرون النوازل يعرفون، وأقصد العلماء اللي لهم الفتوى، الذين يرجع إليهم في الفتوى، يرجع إليهم، يرسل إلى دار الإفتاء أسئلة ويسألون، أو يروح الشخص نفسه ويسأل المفتي أو يسأل أحد المشايخ ويجد الجواب إن شاء الله. ما هو من حق كل أحد أنه يقنت بدون فتوى من أهل العلم الذين يصدرون الأمور ويريدونها، هذا من شأن أهل الحل والعقل، ما هي بالأمور فوضى. يعني بعض المجتهدين يقنت في أشياء ما تستحق القنوت، وربما يأتي بقنوت خارج عن المشروع، ويأتي بألفاظ خارجة عن المشروع، وهذا يؤثر على الصلاة وقد يبطلها. الصلاة لا يعمل فيها شيء إلا بدليل شرعي وبفتوى صحيحة، هو بالإنسان يتصرف من عند نفسه ويقنت متى شاء ويترك متى شاء، بل هذا له مراجع وله مصادر يرجع إليها. هي بالأمور فوضى. محرومون في رمضان. في رمضان. في رمضان. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: لقد تفاوت الأئمة في دعاء القنوت في رمضان تفاوتا عظيما من حيث الطول والقصر ومن حيث فقه الدعاء، فما توجيهكم والحالة هذه؟ القنوت في الوتر في رمضان وفي غيره سنة. الوتر يصح بدون قنوت، إذا صلى ركعة هذا الوتر يصح ولو لم يقنت، لكن إذا قنت فالقنوت سنة. والقنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما كلمات معدودة: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا الذي ورد علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن.
وإذا زاد عليه دعوات جوامع يسيرة فلا بأس، أما أنه يطيل إطالة تشق على المأمومين فهذا لا يجوز، فإن بعضهم يقف في القنوت أكثر من صلاة التراويح وهذا لا يجوز، هذه مبالغة وهذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان. توسط الإنسان، توسط ولا يتكلف ولا يجيب أدعية من عنده غير مشروع يختارها هو، قد تكون تبطل الصلاة، يتحرى الأدعية الواردة في الكتاب والسنة تحراها ويدعو بها لأنها هي أحسن الأدعية وهي أقرب الأدعية إلى الإجابة من كونه يخترع دعاء لا يوافق الكتاب والسنة. فالمبالغات هذه لا تجوز، والمشقة على المأمومين لا تجوز، قال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، يراعي أحوال المأمومين، إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، لكن إذا صلى بالناس يراعيهم، ولو كان بعضهم يرغب التطويل ما ينظر إلى اللي يرغبون التطويل، ينظر إلى الضعفاء إلى الذين يشق عليهم التطويل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فإذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بأمة، يخفف الصلاة علشان امرأة واحدة طفلها يصيح، فكيف بالذي وراه ناس كثيرين كبار السن ومرضى وأصحاب حوائج تفوت عليهم حوائجهم يحبسهم؟ ينبغي للإمام أنه يراعيها. محرومون في رمضان. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، امرأة أفطرت أياما بسبب الحيض ثم دخل عليها رمضان آخر ولم تقضي هذه الأيام، وكانت قد صامت قبل دخول رمضان صيام نافلة ولم تقضي الأيام التي عليها، فماذا تفعل مع أنها إلى الآن لم تصم الأيام التي أفطرتها في رمضان الأول؟ هذه متلاعبة، لماذا لم تسأل قبل؟ إذا ما بقي على رمضان إلا قدر الأيام التي على الإنسان فإنه لا يجوز له أن يصوم نافلة، يجب عليه أن يصوم القضاء ويخلصه قبل يدخل رمضان الجديد. أما إذا إنه أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد من غير عذر أو صام نافلة، هذه عليها القضاء وعليها فدية، عليها القضاء وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير.